طيب يلا يا السابع، رح نبدأ إن شاء الله اليوم بعنوان وصف الطبيعة. وصف الطبيعة طبعا يا سابع، كل كلمة بحكيها مهمة. بدل ما تروح تدرس هاي القصيدة، ركز معي وتبع معي، بتلاقي إنك كل شيء أنا حكيته مطلوب ومفهوم. ماشي؟ كل شيء يا سابع حكيته بالقصيدة مطلوب بالنهائي، وجاي عليها أسئلة كثيرة وبعلامات عالية. ماشي أحمد؟ كل شيء. هلا أنا بحكي كل شيء بهدوء، طولي روحك. الآن يا سابع نبدأ موضوعنا يا سابع. أول شغلة بدنا نحكيها نتعرف على اسم القصيدة. ما عنوان القصيدة؟ وصف الطبيعة. نعم. الآن أنا وزعت ما بين إيديكم يا سابع، وزعت ما بين إيديكم ورقة هي عبارة عن شرح لقصيدة وصف الطبيعة. نعم، شرح القصيدة كاملة. يا خالد، شرح القصيدة كاملة، مطلوب إني أشرح القصيدة كاملة. هلا أمامك هالورقة، كل شيء كل كلمة بحكيها بتخط تحتيها عشان نختصر الكلام. طيب الآن أول شيء بدي إياك تعرف لي اسم الشاعر فقط. ما اسم الشاعر؟ نعم تمام. الآن سابع، كل كلمة بنحكيها اعتبر إنها مهمة. حفظ اسم الشاعر. هاي الورقة خليها أمامك نشرح بعدين بالضبط، من حين على الضبط. طيب مطلوب مني يا ريان أحفظ على كتاب المعلومات هي. مطلوب مني أحفظ أول أربع أبيات. مطلوب مني نحفظ أول أربع أبيات، تمام؟ أنا عارف رح تسألوا، يكون في أسئلتكم إن الأشياء رح أحكيها إن شاء الله. حفظ الشرح والمعاني. الشرح يا مس، وين موجود الشرح يا مجد؟ مجد إلي بخمس دقائق بتطلع وإنت ملتهي. إذا وين موجود يا السابع الشرح؟ الشرح موجود على الورقة اللي أمامك، ورقة العمل النهائية. أكتب عندك هاي شرح الأبيات. طبعا رح تطلع على الورقة رح تشوف إنها طويلة ومملة، وهلأ أنا وإحنا مع بعض بنشرحها بتلاقيها كثير سهلة، زي الصفوف الثانية حكوا يا مس قصيدة طلعت سهلة وبسيطة. بس ركز معايا يا سابع. ريان طيب مش مشكلة. أيضا يا أحمد، المعاني رح نكتبها فيما بعد على دفترنا، رح يجي معاني منها أربع معاني بالنهائي، فركز. ممكن معاني دفتر، ممكن معاني بكتاب، اتجهت انك تحفظها مركزة على معاني صفحة 107. اذا ايضا هاي القصيدة الوحيدة داخلة بالنهاية. اذا حفظ اول اربع ابيات، حفظ شرح القصيدة كاملة، حفظ المعاني، حفظ اسم الشاعر واسم القصيدة. يعني بجيب لك بيت بحكيك من اين اخذت هذه الابيات، بدك تعرف. طيب طبعا انا علمتك اكثر من مره يا سابع انه هذا اسمه الصدر، هون اسمه عجز، واثنين مع بعضهم بعطوني بيت شعري. خلص مس تعبان اطلع روح اشرب شغله سخنه يلا. اذا الصدر مع عجز بعطيني بيت شعري 106. خلونا نختصر الوقت يا سابع ونبدأ شرح الأبيات عشان نختصر الوقت. يلا أشوف من يقرأ الأبيات الشعرية بصوت معبر. يلا هدوء. يلا يا رائد تفضل. وصف الطبيعة. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. أم من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القارئ. ولقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت بإطاري. حلو
حلو التسلسل موجه وجرير كأنامل مرت على أوتاري مدت سواعد مائه وتألقت فيها الجواهر من حصن وجمار ينساب في مخضلة مبتلة منسوجة من سندس ونضار ترى وترى في السماء ضحا وفي جنح الدجى منشقة من أنهر وبحار الآن يا سابع عشان نختصر الوقت يا سابع رح نبدأ شرح بيت بيت الشرح موجود على الورقة اللي وزعتها الآن يلا نبدأ يا كنان نقرأ أول بيت تفضل يا مس طيب الآن يا سابع براء مركز معنا يا مس لا لا بدي أشرح بيت بيت نعم مس موجود طيب براء الآن أنا بعثت لك على التليفون يا مس شرح القصيدة شرح القصيدة يا سابع وقوم بالشرح معي وركز معي يا مس حتى تستوعبها في يعني أطبعه نعم آه الورقتين اللي بعتهم اطبعهم وهلأ من كل كلمة أنا بخطها مهمة يعني رح أختصر الشرح حتى لو أنا ملخص لك يا برضو رح أختصره طيب الآن يا سابع قرأنا البيت الأول المعاني رح نكتبها مع بعض فيما بعد طيب ما المقصود بكلمة ساري يلا الشطرين سابع آي أحمد رقصة فرحة نعم الماشي ليلا الماشي ليلا يلا أعطي الورقة يا أحمد لعبد الرحمن إذا الساري زي اللي بنحكي بسري سروة نعم سروة يعني الماشي ليلا أحسنت المعاني بنخليها عجلة وبنكتبها فيما بعد طيب الباري بمعنى يلا يا أحمد أحمد يلا عندنا حصة يا ابني خذ أشياءك واطلع يلا أشوف ما المقصود بالباري؟ نعم أحسنت هلأ المعاني فيما بعد بنكتبهم على الدفتر الآن عندك ورقة مكتوب عليها شرح من يقرأ شرح البيت الأول من خلال الورقة؟ رح تلاحظ يا سابع أنه أول كلمة مكتوب شرح شرح قصيدة وصف الطبيعة في سؤال هذا السؤال مش مهم بس اقرأ لي إياه بالله يا أحمد نعم يعني أول شيء بتوضح لي كيف إنه الطبيعة بتجذب الشخص الطبيعة يا مس أو عفوا كيف الإنسان ممكن يعبر عن ما في داخله هلا أنا لما بحب شخص معين بكتب له شعر بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكتب شعر مثلا بنحب مدينة معينة بنكتب فيها شعر إذا الشعر هو وسيلة حتى يعبر الشخص عما في داخله كذلك الشاعر عندنا هون مهتم في الطبيعة فقام بكتابة الشعر إذا هون أول شيء كيف يمكن مش مهم طيب تاني شغلة بدي منك يا سابع ترقم لي الأبيات عشان تتبع معي خطوة بخطوة بطلعوا 8 على الكتاب و8 على ورقة الشرح نشرح البيت تفضل من هون طلع علي هاي لا يلا
يشير الشاعر إلى أن يكون إلى الفقر وقتل الطبيعة في البيت السابق، فيطلب من السارق والماشي ليلا أن يتوقف نعم أحسن يكفي. إذن يا سبع كما نلاحظ أن الشاعر يقول للساري، من هو الساري يا عمر؟ الماشي ليلا. نعم قف بنا حتى أريك في هذه الطبيعة ما أبدعه الخالق وما أتقنه. إذن شو مطلوب منك هلأ؟ قلم تحديد أو قلم رصاص، وأيضا براء نفس الكلام، من خلال الورقة اللي معك يا مس عند البيت الأول تكتب، تحط خط تحت في تلك الطبيعة، قف بنا يا ساري، يشير الشاعر إلى الكون وخلق الطبيعة في البيت السابق، فيطلب من الساري. نعم ما في من الورقة بي دي اف؟ لا يا مس والله حتى على فلاشة مش موجودة. تمام يعني صورت لك ياها يا مس. تمام. فيطلب من الساري والماشي ليلاً أن يتوقف فينظر في الطبيعة ليدرك جمالها وإبداع الخالق فيها. لعن إبداع الخالق فيها بس لهون الشرح. عرفنا يحيى وين؟ طلع علي. يا بدل ما تشرح. تمام بدل ما تشرح كله لعن إبداع الخالق فيها. ممتاز يا قيس. إذن أول بيت يشير إلى أنه الشاعر يتحدث مع الماشي الساري ليلا ويقول له قف وتمعن في وصف إبداع الخالق وروعته بطريقته التي أبدع فيها الخلق. إذن أول معنيين حفظناهم، الساري يا أحمد بمعنى الماشي، والباري من هو الباري يا قيس؟ الخالق عز وجل. إذن هي أول معنيين. تمام طلع يا سابع زي محمد هيك خطوا تحته تختصروا الشرح. إذن يطلب الشاعر ويقوم بوصف الطبيعة ويطلب من الساري الذي يمشي ليلا أن يتوقف. أحسنت رائع عمر. تمام خط معنا يا ريان، يلا اقرأ البيت الثاني ريان تفضل. يلا وين ورقتك طلعها. نعم أحسنت. الآن ما المقصود بكلمة الآيات؟ ما المقصود بكلمة الآيات؟ أحسن. مظاهر الجمال، لما تحكي آية في الجمال، مظاهر الجمال. أحسن. طيب طول راحك أرائد. الآن يا سابع هي مظاهر الجمال. طيب هي عبارة عن مظاهر الجمال. الآن يا سابع خليني أكمل معاكم، من يقوم بشرح البيت اللي قرأه زميلكم ريان؟ من يشرح البيت؟ تفضل رائد. يؤكد الشاعر أكيد يعني. يؤكد الشاعر على مدى جمال الطبيعة وإعجاز صنع البيت، هو يصور أن السماء والأرض تزن في الطبيعة. بس إذن من عند يؤكد الشاعر على مدى جمال الطبيعة لعند من كثرة جمال الطبيعة. نعم نعم لا أكمل. وبما فيها من آيات ومعجزات تشغل العقل بروعتها ودقة إتقانها. لعند إتقانها أول سطرين تقريبا. بس أنا مش رح أركز فيها على الامتحان. تفضل احكيها. نعم أحسن. إذن مرة أخرى كما شرح زميلكم، كما موجود عندك، الأرض والسماء تخفقان وتهتزان لروائع ما أبدعه الخالق عز وجل. طبعا هو بما فيها من آيات ومظاهر ومعجزات شو بتعمل؟ تبهر العقل. أحسنتم. في أي استفسار؟ إذن المعنى الثاني اللي تعلمناه الآن يا سابع اللي هي الآيات. برضو كله راح أكتبه على دفتر بخط مرتب فيما بعد. إذن حكينا يا سابع المعاني نكتبها فيما بعد، لكن بس مرور الكرام نمر عنها. الساري ماشي ليلا، الباري هو الخالق، الآيات صور مظاهر الجمال. نعم بنحط دائما عشان نحفظ بنحدد الأبيات عشان يكون أمورنا سهلة. نقرأ البيت الثالث يحيى تفضل. كلنا نعتقد بجلالك أنها
أم الكتاب على لسان القارئ. نعم. ما المقصود؟ أول شيء نفسر أصعب المعاني بعدين نشرح. ما المقصود بكل بكلمة ناطقة الجلالي؟ ناطقة الجلالي بس اللي هي عظمة مين؟ نعم، عظمة الخالق عز وجل. اليوم دور عبد الرحيم. عظمة الخالق عز وجل. طيب إذا ناطقة الجلال يعني عظمة الخالق عز وجل. فما المقصود بكلمة أم الكتاب؟ نعم أحسنت، وهي طبعا سورة الفاتحة يا مجد. أحسن. طيب بعد ما فسرنا أصعب المعاني والورقة أمامك، من يقوم بشرحها؟ أحمد تفضل. البيت الرابع تفضل، الثالث عفوا. يلا. يؤكد الشاعر على مدى جمال الطبيعة وإعجاز صورها. يستمر الشاعر بالإشارة إلى جمال الطبيعة وما زال يخاطب الشاعر ويطلب منه أن ينظر جمال هذا الكون وأبداع الخالق به وأن هذا الجمال ينطق به. نعم أحسنت. إذن بتحط خط يا سابع من عند ما خلص، ما زال يستمر بجمال الطبيعة مش مهمة. يخاطب الساري ويطلب منه أن ينظر لجمال هذا الكون وإبداع الخالق به، وإن هذا الجمال ينطق بالروعة والإتقان، وكأن هذا النطق هو بجمال الصوت العذب في قراءة سورة الفاتحة بالقرآن الكريم، عند القرآن الكريم. إذن نعم، إذن مرة أخرى يقول الشاعر: أريك أيها الساري بدائع كل شيء ينطق بالجمال ويعبر عنه، وكأن هذا النطق عبارة عن فاتحة القرآن يقرأها القارئ بصوت عذب وجميل. في أي سؤال؟ إذن المعاني اللي تعلمناها الآن: ناطقة الجلال يا قصي بمعنى عظمة، أم الكتاب يا كنان وهي سورة القرآن كده. طبعاً وزي بحكي لك سابع، هاي مهم كتير. القصيدة لما بتنجز معي وبتحفظ لك جزء منها معناته أمورك تمام. نعم نعم، فاتحة القرآن. نعم، معاني كتير مهمة يا سابع، خاصة بالكتاب صفحة 107 واللي أنا رح أدونها فيما بعد. ننتقل للبيت الرابع عشان الوقت. يلا الوقت، يلا عون تفضل. مش مشكلة عشان نعم أحسن. هلأ خلصنا، بلش الشاعر بوصف جمال الطبيعة، أرض وسماء اهتزوا من الجمال، كأنه عندنا قارئ بقرأ بصوت عذب. ننتقل للبيت الرابع. طلع معي السابع بخط صغير ومرتب عند البيت الرابع على الورقة، اكتب. بلش الكاتب الآن بده يوصف مين؟ بده يوصف مين؟ نعم الغدير. إذا على الصفحة الثانية بين قوسين اكتب إنه رح يوصف ماذا؟ ما هو الغدير يا مس بحكي عنه؟ هو الغدير. نعم النهر، الماء، النبع. طيب ما المقصود بكلمة تخاله؟ ما المقصود بكلمة تخاله؟ العربي. خلص أشوي بس. عبد الرحمن ركز معي عشان اختبارك، هاي كتير مهمة بكرة، جاي أشياء كتير مهمة. بين قوسين وصف الغدير. رد بحكي له إنه هاي مهمة لبكرة، يعني بدل ما تروح تدرسها خلص اخلص منها اليوم، كتير مهمة. جايب لك أسئلة أنت كمان زي طلاب الصف. إذا مرة أخرى يا سابع، مرة أخرى يا سابع. تخاله، ما المقصود بكلمة تخاله أحمد؟ رائع، تحسبه تظنه. أحسنت، رائع. طيب مين الشطور بعد ما فسرت أصعب المعاني بيقدر يعطيني التفسير بشكل سريع؟
شبه الغدير وما يحيط به من خبره بالمئات الجميله التي تتزين بالاطار. نعم يا قيس، اختصار شديد جدا. شبه الغدير ب المرآة من شده نقائه وصفائه. بس اذا على ورقتك عند كلمه الغدير بشو شبهها يا احمد؟ بالمرآة. بس هنا بدل ما ضلك تقرا وتلت وتعجل وتتعقد في المسائل. لا اذا البيت الرابع في الصفحه الثانيه بما وصف يا ليث الغدير، بايش وصفه؟ بالمرأة. يلا 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 يلا، وصف الغدير بالمرأة. أحسنتم. مصحون. يلا من يقرأ الشرح اللي أمامه؟ يلا أحمد، يلا أحمد. نعم نعم أحسن. إذا عندما تمر على غدير الماء فإنك تظنه من شدة صفائه مرآة بجمالها. يعني المرآة معروف عنها يمس شفافة ونقية و... طيب إذا الصفحة اللي بعدها حط لي خط عندي، ينتقل إلى وصف جمال الغدير. حكينا الغدير هو النهر، فيقول أيها الساري عندما تمر على غدير الماء فإنك تحسبه من شدة جماله وصفائه بأنه مرآة، لأنه مرآة. وزاد جمال هذه المرآة هو الإطار الذي يحيط بها. أحسن. نعم خلاص اطلعوا، ولا رح تحطوا يا حلوين لعند مرآة، حط لي خط لعند مرآة، حط لي خط لعند مرآة. وهي يعني تعقيب على الكلام. ننتقل إلى البيت الخامس. ليث تفضل اقرأه. يلا اقرأ البيت الخامس تفضل يا مس. يلا يا مس، حلو التسلسل. خمسة خمسة. يلا نقرأ يا ليث. يلا نعم أحسن. ما المقصود بكلمة التسلسل يا مس؟ نعم أحسنتم، هي الجريان. طيب طيب، ما المقصود بكلمة جرير؟ ما المقصود بكلمة جرير؟ الجرير بمعنى الدلائل وظهر الجمال. نعم، أو صوت جريان مين؟ الماء. الماء، نعم أحسنتم. الآن بعد ما فسرنا أصعب المعاني، الآن يشبه الشاعر ال أو يشبه الشاعر الآن، عن وين انتقل الشاعر لصوت الجرير؟ نعم يشبه الشاعر. لو سمحت لحظة شوي، بماذا شبه الشاعر صوت الجرير؟ تفضل محمد عرفة. صوت الجرير بالأوامر التي مرت على الأوتار، كانت تصنع موسيقى جميلة. نعم رائع. مرة أخرى أيضا، شبه الشاعر بضبط الماء الغليظ بحركة أصابع العازف الماء الذي يضرب على الأوتار. نعم رائع. إذا مرة أخرى، الشاعر عم بوصف صورة الغدير ولسه عم بحكي عن جريان المياه وتدفقه المنتظم والسلس، وكأن حركة أصابع العازف على أوتار آلة موسيقية. نعم، مين يعطيني أسماء آلات موسيقية يا سابع؟ كمان. نعم رائع. أحسنت. نعم يكفي كنان. نعم أحسن. أحسنتم، يكفي كلكم حكيتوا. تمام أحسنت. إذا الشاعر طلع علي، السابع طلع علي، شبه الشاعر جريان المي كأنه عازف. شو بعمل؟ نعم بعزف على بيانو، على جيتار، على أي شيء بعزف عليه أو أي آلة موسيقية موجودة. يعني إنه الجريان ماله دلالة على إنه الجريان منتظم وسلس وجميل. أحسنتم. إذا برضو بتحط هون إنه وصف جمال
الجريان كأنه عبارة عن آلة موسيقية، أو عفوا كشخص أو يعزف على آلة موسيقية بطريقة منتظمة. طيب ما المقصود حكينا بالأنامل؟ مس مس الأصابع، رؤوس الأصابع، أطراف الأصابع. إن شاء الله رح نكتبها. نقرأ البيت السادس يا ريان. معلش بدي ألهي ريان بدال ما هو لحظة ريان. إذا منحدد في البيت القبل يضيف إلى ذلك مدى جمال جريانه وتدفقه المنتظم والسلس، وكأن حركة أصابع العازف على أوتار آلة موسيقية، بس عند آلة موسيقية، عند آلة موسيقية. تمام؟ ما في إشي بنكتب على البورد، بعدين أنا رح أكتب المعاني فيما بعد يا مس. طيب ننتقل للبيت السابع، تفضل. صح حكينا ريان، عفوا الخامس صح؟ سادس. تفضل ريان، أنت بتقرأ وأنت بتشرحه، يلا. أحسن، نشرحه يا يحيى، تفضل. نصف جمال هذا القديم وما يحتوي من جواهر وجمال السواعد. نعم، بالسواعد، الأيدي يعني، التي تلتقط الجواهر فيبرز جمالها من خلال الحكاية. نعم، يكفي، أحسنت. إذا نزل إيدك، خليني أوضح بطريقة أكثر. بالبيت السادس، سواعد بمعنى الأيدي. الأيدي، نعم، الأيدي الموجودة. طيب حصى وجمر، ما هي يا مس؟ الحصى و بس غايب. طيب ما المقصود بكلمة تفضل؟ الحصى، نعم. الآن شبه الشاعر، شبه الشاعر يا سابع مرة أخرى. تخيل المنظر معي يا عبد الرحمن، عندي نهر، شو داخل النهر؟ حصى. أحسنتم، جواته حصى. هاي الحصى إيش مالها؟ صغيرة. صغيرة، كأنه مدة إيد بالطول هاي الحجارة وبتقوم برميها. طبعا يا سابع بطريقة جميلة. إذا بالخط، خط تحت الشرح، يصف جمال هذا الغدير، لسه بتابعوا كلامه عن جمال هذا الغدير وما يحويه من جواهر، بالسواعد التي تلتقط الجواهر فيبرز جمالها من خلال انعكاس المائي علي. لما ترمي انت حجر بالماء كيف بتصير تطلع صوت او منظر جميل الى اخره؟ لعند انعكاس المائي علي. نعم، وخلص احنا من شرحنا بنلاحظ انه عم نفهم. خلص هون سواعد امتدت ومسكت الحصى، هون جريان الماء منتظم، هون الغدير وصف به المرأة، هون وصفوا عندي بأم الكتاب وهي فاتحة القرآن إلى آخره. نيجي على البيت السابع نكمل، يلا يلا سابع، بس هدول. يلا خالد تفضل. اهدى، تمام، احسنت. طيب يا سابع، ما المقصود بالمخضله اللي بحكي عنها؟ هي ارض خصبه ورطبه. نعم، ارض خصبه ورطبه يا سابع. طيب طلع علي، من سندس ونضار، ما هو السندس يا سابع؟ الثياب المصنوعه من الحرير. نعم، السندس هي الثياب المصنوعه من الحرير، والنضار يا مثل بحكي عنها الذهب الخالص الصافي. طيب طلع علي السابع، طلع علي السابع، كأني أنا بدي أرسم رسمة سريعة، طبعا ما رح تكون صحيحة، لكن بنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نوضح. الآن يا السابع، عندي هالنهر، النهر أمامي، حكينا هذا النهر يا سابع، إحنا وصف يعني سريع، في حصى صغيرة مثلا، هاي الحصى، وحوله يا قصي، مش مشكلة، نعم، حوله يا مس، الأرض مالها الخضراء المبتلة الرطبة. إذا مرة أخرى يا سابع، إذا بشبه الشاعر إنه النهر
بسيل وسط حديقة، هاي الحديقة المليئة المشبعة بالماء والمبتلة والمزينة بالأرض الخضراء. احكي صورتك، تفضل. شبه الأرض المحيطة بالماء وهي تكتسي بالخضرة بثوب من الحديد زينة بذهب خالص. نعم، رائع. طيب، وأيضا شبه هذا الشيء بالذهب الخالص والحرير. نحط خط يا سابعة بيت ما قبل الأخير. يستمر الشاعر في صورة الغدير، فهو يصف النهر وهو ينساب ويعكس جماله وسط حديقة خصبة ومبتلة بالمياه، وهي مزينة بكافة أنواع الزهر الذي يشبه. طبعا عندي بنسج الحرير بالجواهر والذهب. لعند كلمة الذهب نحط الخط. في أي سؤال؟ طيب ننتقل لآخر بيت، تفضل. وترى السماء ضحى في جنح التجار وجقة من أنهار وبحار. نعم، أحسنت. لحظة يا مس، تفضل قوم. أول شيء، ما المقصود بكلمة جنح الدجى؟ تفضل خالد. نعم، أحسنت، أول الليل. طيب، الآن الشاعر خلص من شرحه وصفه للغدير، وإذا بده ينتقل ويوصف الضحى، إشراق الشمس، يوصف أول الليل، السماء، قوم بوصف السماء. اتفضل يلا. شبه السماء وهي تمطر كثيرا بالانهار والبحار. نعم، احسنت، مش مشكله. ايضا عندك شرح، اعطيني شرحك يا مس، تفضل اعطيني شرحك رائد. اذا يا سابع، شبه الشاعر، شبه الشاعر يا سابع السماء. طبعا كما راينا يا سابع ووضحنا انه يتحول شكلها ما بين صباح ومساء. طبعا، وطبعا تجد زرقتها وين؟ كلها معكوسة على وين؟ على البحر. أحسن، يعني كأنه في علاقة ما بين السماء والبحر والماء. بتلاحظ أنه لون السماء شو بيكون لونها؟ أزرق وواضح يا سابع. لحظة شوي، لحظة. إذن تنعكس على الماء. من يقوم؟ أو خلينا نحدد مع بعض شرح البيت الأخير. إذا بين قوسين تحط على آخر بيت وصف السماء. آخر بيت وصف السماء. لا، مش بس إني أنا بعد بحدد. ينتقل الشاعر في البيت السابق من وصف الغدير، خلاص خلص الغدير وماء والجريان، إلى وصف السماء، فيصفها في وقت أول النهار وأول الدجى. حكينا الدجى اللي هو الظلام الشديد وهو الليل، وكيف أن لونها يجمع بين النهر والبحر. وهذا البيت يدل على العلاقة بين السماء والأنهار في زرقتها. نعم، يعني كيف الانعكاس اللي عم بيصير من السماء للبحر، بعطيها هذا اللون الجميل المختلف الأزرق. تمام، يعني عند زرقتها. خلوني أحكي شغلة، ما حدا يحكي معي. لا لا لا، بس رح أحكي شغلة بسيطة سريعة مرة أخرى. طلع علي سابع، أنا طالب سابع بدي أدرس قصيدتي خاصة عبد الرحمن اللي امتحانه بكرة. طلع علي، بدي أطلع علي عبد الرحمن، ببلش أمسك القصيدة مهمة جاي عليها يمكن 6-7 علامات. أول شغلة بحفظ اسم الطبيعة واسمها، وصف الطبيعة اسمها بحفظه وبحطه ببالي، بحفظ اسم الشاعر، هاي أنا كسرت علامتين تقريبا. بعدين بعدد القصيدة عبارة عن 8 أبيات. تمام يا عمر؟ نحفظ أول 4 أبيات لحالي وبخلي أي حدا يسمع لي إياهم لهون. خلصنا؟ نبدأ نشرح القصيدة، طول روحك علي وأنا بحكي، لو سمحت. أنا بعطيك طريقة سهلة. طيب يا مس، كيف إحنا منبلش شرحها؟ منبلش شرحها كالآتي. أول شيء بطلب الشاعر من الساري ليلاً، الماشي ليلاً، بأنه يوصف جمال الطبيعة. تمام؟ إذن معناته يا سابع هون وصف مين؟ الطبيعة. أصغر الخط قدر الإمكان. هاي أنا بعلمك على طريقة الحفاظ والدراسة. هذا البيت الأول. لا لا طبعاً. اثنين، بطلب إن الأرض والسماء شو صار فيهم؟ اهتزت من جمال الطبيعة. ثلاثة، حكينا انه بوصف كأنه شيخ او قارئ، صوته جميل، عم بوصف بمين؟
بجمال الطبيعة، وحكى لأم الكتاب هي فاتحة القرآن عشان ما في مجال. أربعة أربعة يا سابع. لو مرينا على الغدير، وصفنا الغدير بماذا؟ خمسة. وصفنا جريان الماء بمين؟ بالإنسان الذي يعزف على آلة موسيقية، وعددنا مجموعة من الآلات الموسيقية. ستة. وصفنا ماذا؟ الحصى الموجودة في النهر، وهذه الحصى يا سابع كيف لونها بيعكس على البحر. سبعة. حكينا إنه كيف الخضار الموجود والأرض الرطبة حوالين هذا المياه. آخر شيء انتقلنا من الغدير ووصلنا لوين؟ لوصف مين؟ السماء والبحار. السماء والبحار يا سابع. فضنا اسم الشعر. لا ما بدي تحفظهم، أنا بحكي طريقتي في الشرح. وصف الماء كيف بتعكس السماء لونها على البحر، وبصير لون البحر شو؟ أزرق. تمام يا سابع؟ في أي استفسار؟ بطلب منك يا سابع تحفظ أربع أبيات اليوم وتخلص منهم، وتخلي أمك تسمع لك إياهم وتخلص ترتاح منهم. في أي استفسار؟ لا ما بدي. اهتزت الأرض والسماء، ما بدي تكتبهم. لا ما بدي تكتبهم، بس أنا عشان طريقة الدراسة دائما مراجعة بتخليك تحفظ أسرع. طيب إن شاء الله غدا رح نكتب معاني ورح نكتب أفكار يا سابع، بالإضافة إلى نحل الأسئلة. برضو معلومة يا سابع، أي وقت حضر حالك يكون في عندك إملاء نهائي. أي لحظة في إملاء نهائي، أنت ما بهمك تعرف ليش، حتى براء يمس بأي لحظة بحكي في إملاء نهائي، ورقة خارجية وإملاء خارجي. مش مطلوب منك لا تتدرب لا تجيب الدفتر، بتحضر ورقة لما أحكي حتى لو أي وقت مس عندك إملاء نهائي، أكتب اسمك على ورقة وصفك وشعبتك وأكتب معي الإملاء وبتسلمني إياها لما بحكي في هذا الأسبوع إن شاء الله مع أوراق العمل. خلص يا سابع، مين عنده سؤال؟ ماشي، يعطيكم العافية.